اتفاقيات وشراكات من شأنها نشر الفرح بين أوساط الأسر المستفيدة. هنا الإسكان التنموي، أحد البرامج التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. يهدف هذا البرنامج إلى إيجاد حلول سكنية للأسر الأشد احتياجاً والتي ضاقت بها السبل وتعسر عليها أمر السكن. التقيت وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي والشراكة المجتمعية، حديث عن تفاصيل عمل الإسكان التنموي الذي خلق حلولاً عدة عادت بالنفع على الأسر الأشد احتياجاً. الحمد لله احنا انطلقنا الآن من محطة، ننطلق من محطة إلى محطة، وصلنا إلى محطة لعقد اتفاقيات في أغلب مناطق المملكة العربية السعودية من كبار مانحين وكذلك مؤسسات مانحة وجمعيات خيرية، بالشراكة بالتأكيد مع منصة جود الإسكان ممثلة في مؤسسة الإسكان التنموي الخاصة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لوكالة الإسكان التنموي ومشاركة مجتمعية. الاتفاقيات هذه تحقق العديد من المنافع، أولها كفاءة الإنفاق بالنسبة للجمعيات، بمعنى أن الجمعية الخيرية اليوم بدل ما تدفع قيمة إيجارية غير مستردة وغير مستفاد منها للأسرة وكذلك للجمعية لمدة 10 سنوات، البرنامج ثلاثي ستتكفل فيه أو تكفل فيه البرنامج أو القطاع الحكومي بثلث قيمة المسكن، تأمين ثلث قيمة المسكن، والثلث الآخر تتكفل فيه جود الإسكان معنية في منصة جود الإسكان، والثلث الآخر تتكفل فيه الجمعية الخيرية المستفيدة أو المانح لها الأسرة في هذا الموضوع. مبدأ الشراكة هذه كلها أمنت المسكن للأسرة بشراكة الجميع الأطراف استفادت منها. الهدف الرئيسي والمكتسبات من هذا الموضوع والمنافع اللي انعكست بشكل مباشر على المستفيد، أولا الحماية الأسرية، تمكينهم من تملك المسكن لأسر في الكاد لن تتملك هذا المسكن على مستوى القريب أو المستوى المتوسط، الاستقرار الأسري اللي راح يكون عندنا داخل الأسرة، وكذلك تخفيف الأعباء على الجمعيات الخيرية من خلال دفع الإيجارات لهذه الأسر اللي تحتاج رعاية وعناية من قبل الجمعيات في المناطق. تعتبر الشراكة التي وقعتها جمعية الخيلاتية تام منطقة الشرقية بناء مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وكذلك مع مؤسسة سكن الأهلية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي محمد بن فهد ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ذات أهمية عالية فيما يتعلق بتوفير المسكن الآمن والملائم لأكثر من 1000 أسرة من أسر الأيتام التي ترعاها جمعية بناء. توفير مسكن ل50,000 أسرة خلال هذا العام، هذا هو الرقم المستهدف، ولكن تم تجاوز هذا الرقم قبل 3 أشهر من نهاية هذا العام، حيث وصل عدد الاتفاقيات التي وقعت خلال الأشهر 9 الماضية إلى أكثر من 65,000 أسرة. عمر البرنامج قصير جدا، نتكلم عن المنجزات اللي تمت ولله الحمد خلال 3 سنوات الماضية، قوة الشركات والتحالفات اللي تمت ما بين إسكان التنموي وكذلك الشركاء، وهذا نموذج عصري ونوعي بحد ذاته، أنه اليوم كيف القطاع الحكومي يتحالف ويتشارك مع القطاع غير ربحي في هدف مشترك واحد، الجميع الأطراف مستفيد، سواء مستفيد الإسكان التنموي أولا وكذلك القطاع الحكومي وكذلك القطاع غير ربحي في هذه المنظومة. يتحدث رئيس جمعية بناء بالمنطقة الشرقية عن قصص إنسانية تحققت بفضل هذه الشراكات ونتائجها الفورية. أذكر إحدى الأسر كانت تسكن في مكان يعني منزل قديم جدا، واليوم حنا باتفاقيتنا مع شركائنا الثلاثة سننقلها من هذا المسكن المؤجر إلى مسكن تملكه هي وأبنائها، وبالتالي حققنا الحلم، وفرنا لها الأمان، وفرنا المسكن الملائم، وبدأنا بالانطلاق نحو التنمية والتمكين والتأهيل بدل ما نفكر فقط في تقديم خدمات لا تساهم في الحل الجذري لمشكلة هذه الأسرة أو معاناتها، بل نساهم في حلول جذرية تساهم في خدمة وتنمية هؤلاء الأيتام. أهداف انبثقت من برنامج الإسكان، أحد برامج الرؤية لتمكين الإسكان التنموي وإشراك المؤسسات الأهلية التي بادرت هي الأخرى بسخاء غير مستغرب بالمساهمة في إيجاد العديد من الحلول من خلال العمل على توفير مزيد من الوحدات السكنية للمحتاجين. من الرياض، خلف الخلف، MBC.